مشاهدي أراز نيوز، أهلا وسهلا بكم. منظمة المقاومة الوطنية لأذربيجان الجنوبية تنشر تقريرها السنوي لعام 2017. نشرت منظمة المقاومة الوطنية في أذربيجان الجنوبية تقريرها السنوي لعام 2017، والذي يحتوي على قسمين للحديث عن الأنشطة الداخلية والخارجية للمنظمة. عناوين الأنشطة الخارجية تركزت على أنشطة المجلس المركزي والأنشطة الإعلامية وأنشطة حقوق الإنسان وأنشطة أساليب الضغط السياسي، بالإضافة إلى استقطاب الإمكانيات وأنشطة تطوير الكادر الوظيفي، حيث احتوى كل عنوان على شرح مفصل وطويل. وفي هذا القسم تم التطرق إلى آخر الأحداث والأخبار عبر قناة أراز النيوز الإخبارية وموقع أراز النيوز الإخباري المرتبط بالوسائط المتعددة المتمثلة ببرامج التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والإنستغرام والتليجرام واليوتيوب. الدورات والمؤتمرات التي عقدت في عام 2017 كانت متعلقة بأوضاع أذربيجان الجنوبية، كما تم نشر العديد من الكتب والحديث عن أنشطة وفعاليات منظمة المقاومة الوطنية الخارجية. أما عن أنشطة المنظمة الداخلية فشملت قسمين: الأنشطة الميدانية والدراسات الإعلامية. ونظرا للاحتياطات الأمنية لم تذكر المنظمة تفاصيل أخرى عن هذه الفعاليات والأنشطة الداخلية، واكتفت فقط بذكر الملخص أبرزها الدعوة للتظاهر، المشاركة في البرامج والاحتفالات الوطنية، والعمل على نشر البيانات والكتب والإعلانات الهادفة من خلال استخدام رموز المقاومة كالقمر الأسود والنجوم. جل هذه الأنشطة والفعاليات المحلية تم ذكرها بالتفاصيل في التقرير السنوي لمنظمة المقاومة الوطنية للعام الماضي، حيث يتم معرفة هذه الفعاليات من خلال متابعة موقع وكالة أراز النيوز الإخباري واستخدام برنامج التليجرام. تحت شعار عروبة الأحواز ودور القوى الأحوازية، باريس تحتضن ندوة نوعية لدعم قضية الأحواز. احتضنت العاصمة الفرنسية باريس ندوة نوعية لدعم القضية الأحوازية بمشاركة وفد من الجبهة العربية لتحرير الأحواز برئاسة قازم عبد الأحوازي أبو زكي أمين سر الجبهة العربية. الندوة جاءت بعنوان عروبة الأحواز ودور القوى الأحوازية، والتي أقامها مركز زارا للدراسات والأبحاث دعما للقضية الأحوازية، حيث عقدت يوم السبت الماضي من الساعة 4 حتى 7 مساء في قاعة تابعة للبيت العالمي لجامعة باريس. شارك في الورشة إلى جانب وفد الجبهة العربية لتحرير الأحواز عدد من المفكرين العرب ووفود من القوى الوطنية الأحوازية، شملت التنظيمات الأربعة العاملة في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية والمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، وعدد من العرب من العراق وسوريا ولبنان وتونس والجزائر. يذكر أن الندوة افتتحت من قبل المشرف العام لمركز ذرة الدكتور علي المرعبي، الذي بدوره ألقى التحية على الحضور لتلبية الدعوة، وخاصة الأحوازيين الذين حضروا من مختلف البلدان الأوروبية دعما للقضية الأحوازية. ودعا المرعبي خلال الورشة خالد النعيمي لتولى إدارة الندوة، حيث أعطى موجز عن برنامج الندوة وتفصيل محاورها، وأعلن بالأسماء المتحدثين خلالها أبرزها كلمة قاسم عبد الأحوازي أمين سر الجبهة العربية لتحرير الأحواز، حيث كانت كلمته تمثل القوى الوطنية الأحوازية المشاركة في الندوة كتنظيمات المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، وهي الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية وجبهة الأحواز الديمقراطية جاد وحركة النضال العربي لتحرير الأحواز والجبهة العربية لتحرير الأحواز، وأيضا كانت نيابة عن المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم. وبعد ذلك تحدث محمد الهاشمي بلورد مقر المؤتمر الشعبي العربي خلال إلقائه رسالة باسم المؤتمر، وذلك دعما للقضية الأحوازية من قبل المؤتمر، حيث أكد المؤتمر الشعبي العربي في رسالته مرة أخرى دعمه للقضية الأحوازية ونضال ومقاومة أبناء الشعب العربي الأحوازي حتى تحرير الأحواز. مقابل كفالة مالية إطلاق سراح بعض المعتقلين في مدينة خوي بأذربيجان الجنوبية. في 27 من يناير الماضي تم إطلاق سراح بعض النشطاء في مدينة خوي بأذربيجان الجنوبية الذين تم اعتقالهم في 31 من ديسمبر العام الماضي. تم الإفراج عن المعتقلين المثقف المترجم في أذربيجان الجنوبية شهريار جولفاني وخبير الخط المشهور عباس كوجري من سجن خوي مقابل 500 مليون لكل منهما. وبسبب الاحتجاجات تم اعتقال عدد كبير من المتظاهرين ووضعهم في سجن خوي دون معرفة أي تفاصيل عن حالة اعتقالهم. وعلى ما يبدو أن من بين المعتقلين عارف سلطان علزادة 20 عاما وحاتف سلطان علزادة 23 عاما. يجدر الإشارة أن عباس وشهريار كما غيرهم من المعتقلين على أيدي القوات الإيرانية تم اعتقالهم من منازلهم وليس من أماكن الاحتجاجات. طلاب جامعة أوريميا الصناعية يطالبون بدراسة اللغة التركية والأدب.
طلاب جامعة أوروميا الصناعية في مدينة أوروميا بأذربيجان الجنوبية يبذلون جهودا كثيرة للحصول على دروس وحصص في الأدب واللغة التركية في هذه الفترة. وخلال الأيام الأخيرة تم توزيع استبيان من قبل مجلس الكلية في الجامعة على الطلاب بشأن هذه القضية لمعرفة آرائهم، حيث أظهر الاستبيان أن 80% من الطلاب أرادوا أن تصبح دروس تعليم اللغة التركية والأدب إجبارية، حيث بعد ذلك أرسل مجلس الطلبة هذه النتائج إلى رئاسة الجامعة للنظر بها. تجدر الإشارة أنه تم افتتاح قسم اللغة التركية والأدب في جامعة تبريز، أما في جامعات أخرى يجب اختيار 2 فقط من المقررات الاختيارية. أتراك أذربيجان الجنوبية يدعمون تركيا في عملية غصن الزيتون. وفقا للأخبار الواردة من موقع صوت الطالب، أن العديد من مدن أذربيجان الجنوبية من مختلف فئاتها العمرية يدعمون تركيا في عملية غصن الزيتون، حيث نشرت الكثير من الصور للجنود الأتراك المشاركين في العملية والتي تعجز الكتابة عن شرحها، بالإضافة إلى صورة أخرى لطفل من أذربيجان الجنوبية يصلي إلى جانب العالم التركي ويدعو من أجل نجاح مهمة الجيش التركي في عفرين، ما يؤكد ذلك أن الشعب الأذربيجاني الجنوبي مع الأتراك دوما. استمرار الاضطرابات الاجتماعية في إيران. انخفضت في هذه الفترة وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب تواصل الضغوطات الطائفية والقومية الموجودة في البلاد. في الوقت ذاته قال أحد مؤسسي جهاز المخابرات الإيرانية والحرس الثوري ومن مؤيدي روحاني الآن سعيد حجريان أن مثل هذه الاحتجاجات والاضطرابات ستستمر ولن تتوقف كما موجات البحر، بل ستكون في المرحلة المقبلة أكثر قوة. كما أكد على أن النظام الإيراني مع استمرار الأوضاع الراهنة من المحتمل أن يواجه أزمات خطيرة جدا خلال السنوات الثلاثة القادمة. في الوقت الحاضر تأتي الإجراءات الاجتماعية مثل معارضة الفتيات للحجاب الإلزامي على سلم أولويات الأحداث والاضطرابات الاجتماعية المتواصلة، حيث تعارض الفتيات قوانين الحجاب الإلزامية وغيرها من الإجراءات الفردية. وفي السياق ذاته لا زالت الاضطرابات العمالية الصغيرة موجودة في البلاد بسبب إغلاق الكثير من المصانع والشركات لعدم دفع رواتب الموظفين لعدة شهور، حيث يريد هؤلاء العمال والموظفين الحصول على احتياجاتهم ومستلزمات عائلاتهم الأساسية من خلال دفع رواتبهم قبل أي شيء آخر. في الوقت ذاته لا زالت الأزمات تتفاقم في إيران بسبب استمرار المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتجذرة في البلاد والتي تزداد سوءاً، حيث إيران اليوم مشغولة في أنشطتها الإرهابية في المنطقة بدلا من النظر جيدا إلى حل هذه المشاكل التي تواجهها. ومن الواضح أن الأمة الغير فارسية في إيران تواجه منعطفا خطيرا مع طهران، ما دفعهم إلى إيجاد طريق سياسي خاص بهم. وكما شهدنا في الأحداث الأخيرة فإن الجماعات العرقية وخاصة أتراك أذربيجان الجنوبية قطعت علاقتها مع إيران، فهم لا يدعمون النظام الإيراني كما لا يدعمون النظام الفارسي، كون الفرس المناهضين للنظام هم على الأقل باتوا فاشية كما حال النظام، حيث عاني كثيرا من عدم إعطاء أي من الحقوق. الدول الغير فارسية ستتوحد في كلمتها وأقوالها خلال الفترة القادمة، بسبب أن العناصر الغير فارسية عندما تتحد وتأتي تشكل الغالبية العظمى من البلاد. فمن المؤكد أن موقف الدول الغير فارسية سيكون حاسما في مستقبل إيران خلال الفترة القادمة. مشاهدي أراز نيوز، طام مساءكم لهذا اليوم.